ألمانيا كمان فيها يعني نصيبها من الموضوع. أنا قلت لحضراتكم مش هنتكلم عن كل الدول، إنما لما أسمع إنه مستشارة ألمانيا وهي دولة من الدول المنضبطة جدا، يعني بنسميها حتى الماكينات الألمانية، سواء واحنا بنتكلم عن الرياضة أو بنتكلم عن الحياة العامة، توصل لمرحلة إنها تقول خلاص أنا مش قادرة أتعامل مع هذا المرض بالأساليب، بانتشار هذا المرض بالأساليب التقليدية، وهنعمل إغلاق تام. إغلاق تام ده يعني عشان حضرتك تاكل وتشرب وكلام زي كده، انت هتعمل ديليفري وحاجات تتعقم وكلام زي كده، مش الناس مش هتنزل في الشوارع الا في توقيتات محدده جدا وقليله جدا، وربما بالتتابع، يعني مش كل الناس هيبقى حقها تنزل سوبر ماركت مع بعض، لا ده هتبقى فترات قليله جدا، وفي نفس الوقت هتكون باجراءات معينه. فطبعا انه المانيا توصل لمرحله ان 20,000 واحد يصابوا كل يوم، ده معناه انه في عدم انضباط من قبل الشعب الالماني. انا طبعا يعني واحد مصري بيقول عدم انضباط عند الشعب الالماني، دي زي ما تكون نكته يعني، بس والله هو سبحان الله بقى ربنا ورانا يعني عجائب صنعه في هذا الامر، انه الالمان واضح انهم مش منضبطين كفايه لدرجه انه بيصابوا 20,000 واحد بيصاب كل يوم، والرقم اجمالا وصل لمليون وحوالي 300,000، يعني مليون و300,000 الماني في اللحظه ديت مصابون ب فيروس كورونا، وصولا لانه البلد بتقفل. احنا طبعا في مصر اللهم لك الحمد والشكر، والله يعني احنا نشكر ربنا على حاجات كتيره سواء شخصيه او وطنيه، بس ده من الامور المهمه انه يعني الواحد لما يقول مصر يعني الحمد لله ما لم نصل لما وصل اليه الاخرون، هذا فضل من الله، وما بكم من نعمه فمن الله. ولكن في نفس الوقت علينا ان احنا مره تانيه الكلام الممل المهم، هو ممل لانه بتكرر، بس مهم لانه البديل ان احنا عناية يا اخوانا، الكمامة يا اخوانا، البتاع اللي بننظف بيه ده ايدينا، الحاجات الكحول والحاجات دي يا اخوانا، التباعد الاجتماعي والحاجات دي. وبالمناسبة لو رايح مكان ممكن يكون فيه احتمال الفيروس عالي، خد اكتر من كمامة، يعني ممكن تلبس كمامتين فوق بعض، ثلاث كمامات فوق بعض، لا بأس، يعني فيش اي مشكلة، يعني اقصد في الاخر خالص احمي نفسك قدر ما تستطيع. الغسيل بالمية والصابون دي ما اللي هو ال 25 ثانية 30 ثانية دي بتقعد تدعك ايدك كده، دي مسألة في منتهى الأهمية، مش لازم الأحضان والبوس والكلام ده، يعني نقللها على قد ما نقدر أو ربما ما نعملهاش خالص. ما نخرجش إلا للمشاوير المهمة، بلاش التجمعات الفانتازيا لأنها خسائرها ممكن تكون أكتر كتير من مكاسبها. بلاش الاحضان والبوس، صقر بيفكرني تاني، بلاش الاحضان والبوس، لا بأس ان انت تسلم كتف كتف كده، لو بتسلم كده بتسلم كده، يعني بتسلم من بعيد كده، يعني اعمل اي حاجه في الاخر، يعني احمي نفسك واحمي الاخرين منك. ما انت ممكن ما تعرفش، واحده من عيوب هذا المرض انه مش يعني معلش انا اسف يعني انا هقول لكم حاجه بايخه بس عشان نفهم الموضوع، لما بيكون عندي انفلونزا بتلاقي مناخير حمراء وبرابير وحاجات عجيبه كده بتحصل ودموع وعياط وكحه، ده ممكن يكون ما عندكش يعني للاسف في من خصائص الكانسر، سلام قولا من رب الرحيم، يعني في من خصائص السرطان انه ممكن يبقى جواك ومش باين، ما تعرفش وماشي انت عمال تنشر، ما هو انت مش عارف ان عندك مشكله. الكانسر طبعا مش معدي، لحد يقول لك هو السرطان معدي، لا يعني مش قصدي، قصدي ان هو مرض صامت، قاتل صامت، اعراضه تبان بعد ما يفضل جواك فتره، وممكن يكون متاخر، يعني تعرف متاخر انه حد يعني جاله فجاه يعني. فعايز اقول في الاخر ناخد بالنا، نحمي نفسنا، ربنا يعني يجعلنا سبب في انه الاخرين ما ينضروش، وانه احنا كمان ما نصابش.